نشرة الأخبار. نشرة السابعة صباحا للأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذه أبرز عناوينها. تونس تحيي اليوم الذكرى 67 لعيد الجمهورية، وفي النشرة نستحضر مميزات هذا الحدث في تاريخ تونس. وبمناسبة عيد الجمهورية، رئيس الجمهورية يمنح عفوا رئاسيا خاصا لعدد من المحكوم عليهم في جرائم تتعلق بنشر تدوينات. الجمعيات الشريكة لملاحظة الانتخابات تقدم برنامج عملها لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة. في شؤون الشرق الأوسط، استشهاد 4 فلسطينيين فجر اليوم في قصف صهيوني استهدف حي الشيخ رضوان شمالي غزة. إلى التفاصيل. مستمعينا متابعينا أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. تحيي تونس اليوم الذكرى 67 لإعلان الجمهورية، تاريخ واعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن حكم البياتي وإطلاق التأسيسي للدولة الحديثة استنادا إلى قيم الديمقراطية والحرية. عند الذكرى 25 من جويلية 57 و900 ألف، نتوقف لاستحضار مميزات هذا الحدث في تاريخ تونس. أحلام القاسمي. تدعيما لأركان استقلال الدولة وسيادة الشعب، جاء قرار المجلس القومي التأسيسي في 25 من جويلية 57 و900 ألف، معلنا زوال حكم البيات وانتقال تونس إلى النظام الجمهوري، مرحلة جديدة تحمل عديد الإصلاحات السياسية نحو استكمال السيادة الوطنية. الأستاذ المحاضر في التاريخ المعاصر سعيد بحيرة. ذكرى عزيزة على التونسيين لأنها تسجل نقلة في حياتهم السياسية وعلى جميع المستويات تقريبا. ففي 25 جويلية سنة 1957 أعلن المجلس القومي التأسيسي شكل النظام الذي ستصبح عليه البلاد بعد الاستقلال. سيتم وضع دستور على أساسه. النظام الجمهوري الذي اختاره الوطنيون التونسيون جاء بديلا تبديدا لمخلفات أكثر من قرنين من السلطة التعسفية، لأن البيات لم يكونوا متبنين لقيم الحداثة وقيم الحرية وقيم الوطنية. ومثل ما مثل تاريخ 25 من جويلية 57 و900 ألف محطة فارقة في تاريخ البلاد باعتماد النظام الجمهوري، فإن 25 من جويلية ارتبط مرة أخرى بالمواعيد الحاسمة في بناء الجمهورية الجديدة، ومن مرحلة إلى أخرى يتمسك التونسيون بقيم الجمهورية القائمة على الديمقراطية وضمان الحريات، تواقين لتحسين مستوى العيش اقتصاديا وتحقيق إصلاحات هيكلية في عديد القطاعات الحيوية، في ظل إشكاليات أخرى مستجدة والبحث المتواصل عن حلول لضمان الأمن المائي والغذائي والطاقي لتحقيق السيادة الوطنية فعليا. وبمناسبة عيد الجمهورية، وقع رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس أمرا يتعلق بمنح عفو رئاسي خاص عملا بأحكام الفصل 99 من الدستور، يقضي بإسقاط العقاب عن عدد من المحكوم عليهم ممن ارتكبوا جرائم تتعلق بنشر تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي. ولم يستثني من هذا العفو سوى من تم الحكم عليهم لا على أساس التدوينات التي تم نشرها، ولكن بناء على جرائم من أخرى تمت إثارة التتبعات ضد مرتكبيها، إما من قبل النيابة العمومية وإما بناء على دعاوي رفعها متقاضون تتصل بغيرها من الأفعال التي يجرمها القانون. وكان رئيس الجمهورية أصدر أمس الأول الثلاثاء عددا من الأوامر تقضي بإسقاط العقاب أو الحط منه بالنسبة إلى 1727 محكوم عليهم، مما أفضى إلى الإفراج عن 233 منهم. وأصدرت وزيرة العدل ليلى جفال القرارات المتعلقة بالصلاح الشرطي تبعا لما أصدره رئيس الجمهورية أمس الأول من أوامر تقضي بإسقاط العقاب أو الحط منه بالنسبة إلى 1727 محكوم عليهم. وجاء في بلاغ صادر مساء أمس عن وزارة العدل أن العفو الخاص أو الصلاح الشرطي قد شمل 2900
356 محكوم عليهم ممن توفرت فيهم الشروط القانونية، مما يفضي إلى الإفراج عن 1462 سجينا، فيما يتمتع البقية بالحط من مدة العقوبة المحكوم بها. وهنأ البرلمان العربي تونس قيادة وشعبا بمناسبة الذكرى 67 لعيد الجمهورية، وأكد في بيان أن شعب تونس ضرب الأمثال على روح الانتماء والتضحية من أجل الجمهورية التونسية على مدار التاريخ. قدمت الجمعيات الشريكة لملاحظة الانتخابات برامج عملها المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة. وأوضح المدير التنفيذي لمرصد شاهد ناصر الهرابي في تصريح للأخبار أن عمل الجمعيات الشريكة يهدف إلى متابعة المسارات الانتخابية حرصا على بناء منظومة انتخابية ديمقراطية تعددية وتشاركية، مشيرا إلى أنه ستتم ملاحظة كامل مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة. السبع جمعيات هذية باش نلاحظوا كامل مسار الانتخابات الرئاسية اللي هي في كل عملية انتخابية تمر بثمانية مراحل، احنا باش نراقبوها ونلاحظوها عن طريق السبع جمعيات هذية، من بينهم مرصد شاهد اللي هو باش يراقب الإطار القانوني عن طريق وضع لجنة مكونة من خبراء مختصين في القانون باش نعرفوا نحن الحديث الآن حول شروط الترشح، حول وضع الرزنامة، حول عديد التساؤلات، حول أنه الفصل 89 هل يمكن هيئة الانتخابات أن تطبقه مباشرة أو يلزم معناها تمر عبر القانون الانتخابي. ثم باش نراقبوا مسار المترشحين، عندنا زاد اللجنه باش تراقب مسار المترشحين منذ اعلان نيتهم الترشح باش ترافقهم وترافق الصعوبات اللي تعرضوا لها المترشحين، لانه نحن الحقيقه نعرفوا كمجتمع مدني اهم مساله تتعلق بالانتخابات هي مساله اكتساب الناخب، صفه الناخب انه يتوجه الى صندوق الاقتراع، ثم مساله الترشحات اي مواطن تونسي توفر فيه الشروط الدنيا للترشح انه يكون عنده حق النفاذ الى هيئه الانتخابات وان يقدم الترشح نتاعو. في شأن آخر، تنطلق وزارة الاقتصاد والتخطيط قريبا في أعداد المخطط التنموي للفترة 2026-2030، وذلك في إطار تشاركي مع كافة الأطراف المعنية، وفق ما أفادت به وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال السبعي في جلسة عمل مع الشركاء والممولين الخارجيين وممثلي مؤسسات التنمية الدولية والإقليمية. وأوضحت الوزيرة أن التوجهات التنموية الكبرى والإصلاحات التي ضبطتها الحكومة التونسية تركز بالخصوص على التقدم في مسار الانتقال الطاقي ومجابهة تأثيرات التغيرات المناخية، لا سيما على مستوى الموارد المائية، ومزيد تطوير البنية الأساسية وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإصلاح المؤسسات العمومية، إضافة إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية. أعلنت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري أن مشروع الأروقة الاستراتيجية الاقتصادية ذات الأولوية يشمل الطرقات الوطنية رقم 13 و14 و15 و16. وبينت في جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، بينت أن مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابط بين القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان يعتبر الرواق الاقتصادي ذا الأولوية من جملة الأروقة الجاري دراستها. خدمات استثنائية تؤمنها الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمناسبة حلول فصل الصيف وعودة مواطنين بالخارج إلى أرض الوطن، إذ تعلم الشركة كافة حرفائها أنه تقرر فتح جميع مكاتب استقبال وقبضات الشركات بصفة استثنائية كل يوم أربعاء من الساعة 5 مساء إلى الساعة 7 مساء تلة شهري جويلية وأوت. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. في
شؤون الشرق الأوسط ومع دخول حرب الإبادة على غزة يومها 93 بعد 200 على التوالي، وصلت المدفعية الصهيونية قصف عدة مناطق في قطاع غزة، شملت خاصة منطقة المغرقة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، كما شنت طائرة إسرائيلية غارة على محيط مدخل مخيم البريجة، بينما أطلقت آليات الاحتلال نيران رشاشاتها صوب المناطق الشرقية من حي الزيتون. وزعم الجيش الصهيوني وجهاز الأمن العام استعادة جثث 4 أسرى إسرائيليين أعلن مقتلهم سابقا بعملية عسكرية مشتركة أمس بخان يونس جنوب قطاع غزة. في غضون ذلك استشهد فجر اليوم 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء إثر قصف إسرائيلي استهدف حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة. في الأثناء أكدت كتائب القسام تفجير دبابتين وناقلة جند في بني سهيلة وتدمير دبابة وجرافة وإيقاع قوة إسرائيلية راجلة بين قتيل وجريح في رفحة. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط استخبارات متأثرا بجراح أصيب بها جراء عملية دهس الأسبوع الماضي قرب مدينة الرملة. سياسيا، انتقدت حركة حماس تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي بشأن جهود إسرائيل المكثفة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة، متهمة إياهو بإفشال كل الجهود الرامية لإنهاء الحرب وإبرام صفقة تبادل رغم الورونة والإيجابية التي أبدتها الحركة. في المقابل قال مسؤول أمريكي إن لدى كل من إسرائيل وحماس بعض القضايا التي يتعين وحلها، لكن الأمور تقترب من اتفاق لوقف إطلاق النار لستة أسابيع مقابل الإفراج عن الأسرى من النساء وكبار السن والمصابين على مدار 42 يوما. ومن المتوقع أن يناقش اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفجوات المتبقية في المفاوضات والتباحث حول كيفية تجاوزها. نقطة ونهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود مستمعينا متابعينا الكرام ونجزه لكم في عناوين. تونس تحيي اليوم الذكرى 67 لعيد الجمهورية، وفي النشرة تابعنا مميزات هذا الحدث في تاريخ تونس. وبمناسبة عيد الجمهورية، رئيس الجمهورية يمنح عفوا رئاسيا خاصا لعدد من المحكوم عليهم في جرائم تتعلق بنشر تدويناتنا. الجمعيات الشريكة لملاحظة الانتخابات تقدم برنامج عملها لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي شؤون الشرق الأوسط، استشهد 4 فلسطينيين فجر اليوم في قصف صهيوني استهدف حي الشيخ رضوان شمال غزة. أجمل تحيات كوثر عركوبي، إلى اللقاء.